لسه مكملين معاكم حلقتنا لليوم من هو وهن، ومكملين بموضوعنا عن الحسد. بتعرفوا مشاهدينا، المرات الواحد هيك بس يحس حاله محسود بحس بطاقة سلبية، وكتير منا بيحاول يغير أو يجدد طاقته ويشيل الطاقة السلبية ويحاول ياخد طاقة إيجابية، سواء كان ممكن يسافر، ممكن يطلع مع أصحابه عشوة أو خروجة زي ما بيقولوا، بس هذا الإشي مرات ما بيكون كفاية، فبيلجأ لحل جدا مهم يا عمر. صح جدا جدا، وأنا بنفسي جربت الحل ده، حل حقيقي لذيذ جدا. إن هو يعني في طرق كتير للتخلص من الاكتئاب والتوتر والضغوطات وكمان الحسد، ومنها اليوجا، لأن هي كمان رياضة وبتبذلوا فيها مجهود ذهني ومجهود عضلي كمان. ومعانا النهاردة ضيفتنا الجميلة أستاذة المدربة آية غازي. أهلا بيكي. أهلا بيك. منورانا. منور. هاي آية، كيف حالك؟ هاي. شو أخبارك؟ مستحية؟ هيك حساكي خجلانة شوية؟ لا لا تمام. طيب كثير منيح. يعني أنا صراحة بدي أسألك سؤال، هلأ اليوغا خلينا نحكي هي دخيلة على مجتمعاتنا، يعني صار لها من حركة 10 سنين ماكسيمم يعني، فبس إلها فوائد كثير حلوة، ومش كل حدا بيعرف إيش هي اليوغا وعلى إيش بتساعد. كيف بتساعدنا اليوغا أنه إحنا نتخلص من الطاقة السلبية الموجودة عندنا؟ ممكن نكتسبها من أشخاص حوالينا، وممكن كمان زي ما حكى عمر عن طريق أنه أشخاص بحسوا باكتئاب، ممكن أشخاص صار عندهم مشكلة متوترين. يعني خبرينا أكتر، كيف اليوغا بتساعدنا أنه إحنا نتخلص من الطاقة السلبية اللي بنحس فيها؟ إحنا بنوضح دايماً أن اليوغا أنواع، عشان في ناس تبقى فاكرة اليوغا أن إحنا هنقعد نربى و نتنفس وهنبقى كويسين. ده بنسميه المديتيشن، التأمل. وفي لو حد حضر يوجا كلاسز بتبقى شوية فيها تمارين جسدية، ففي كذا نوع من التمارين الجسدية، في حركة بتكون سريعة، حركة بطيئة، حركة شبه بسيطة خالص مش بنتحرك قوي، ولحد ما نوصل لمرحلة التأمل. فاحنا لما بنحضر يوجا كلاس هنلاقي ان احنا بنبدا نحرك جسمنا وبنظبط الحركه مع النفس، فده يعتبر نوع من انواع التامل، ان احنا بنبدا نظبط النفس مع الحركه اللي احنا بنعملها، ويبقى كل تركيزنا لمده ساعه ان احنا نظبط نفسنا مع الحركات. وفي كذا حركه، يعني ممكن حركات تركز على منطقه القلب، على البطن، على الظهر، على التوازن. يعني بالضبط. ففي كذا نوع من التمارين اللي بنعملها، وانا بلاحظ يعني بشكل عام الناس اللي بتقعد كتير من غير اي حركه، بالذات لو الشغل او المكتب، بيبدا وضع الجسم بيتغير شويه. فده بيأثر حتى لما بنيجي نستقبل حد، بلاقي مثلا مقتب شويه، كتافه وقع كده، فاحنا مع التمارين دي بنبدا نظبط ان احنا نقعد البوستر بتاعه او الشكل الجسم الصحيح بتاعه. وده كمان بينعكس ساعات نفسيا على الشخص، يعني حد ما بنشوفه منطلق وبيرقص مبسوط بيبقى باين من شكله، غير لو حد مكتئب ومتوتر بيبقى باين برضو الهيئة الجسدية بتاعته. فساعات الحالة النفسية بتنعكس على الحالة الجسدية. صح جدا. طب انا عايز اسالك سؤال تاني، هل اليوجا دي ينفع اتعلمها كده في البيت واعملها من خلال الفيديوهات بتاعت الانترنت، ولا لازم اجي احضر كلاسات او دروس اليوجا؟ هي هتفرق من شخص للتاني. لو حد فاهم جسمه كويس انه يقدر يشغل فيديو اونلاين ويعمل معاه من غير ما يأذي نفسه كمان. بالظبط. يعني لو حاجة بسيطة زي ما قلت، تمارين بسيطة يقدر يعملها، يقدر لوحده يعملها اونلاين. لو عايز يتابع على المدى البعيد ويقدر يدخل في مراحل متقدمة شوية في التمرين، هيحتاج ان هو يبقى يحضر دروس. بالظبط. بالذات لو حد عنده إصابة، لازم يبقى فاهم كويس ايه اللي يعمله ايه اللي ما يعملوش، يبقى في استشارة من الدكتور المناسب ليه. علشان في حاجات ممكن ما تبقاش مناسبة لكل الناس. دي حقيقة. انا كان فعلا عندي إصابة الفترة اللي فاتت دي، وكنت بحضر كلاسات يوجا، بس في حاجات بس كنت مش بعملها. بالظبط. وطبعا كان دكتور علاج الطبيعي بتاعي بيقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه مع اليوجا انستراكتور. ده بالظبط جزء من الوعي بالجسم بتاعنا، ده اللي بنحاول نتعلمه، ان احنا نبقى واعيين بجسمنا، بمشاعرنا، بأفكارنا. فده جزء مسؤولية من الواحد، ان هو اللي يبدأ يعرف ايه المناسب ليه وايه اللي مش مناسب ليه. بدي أسألك سؤال كمان بليز. أنت قبل شوي عم تحكي أن اليوغا أنواع، شو أنواع اليوغا؟ في أنواع ملهاش علاقة خالص بالحركة الجسدية. في كارما يوغا، دي معتمدة عن الواحد يعمل زي خدمات
سواء للمجتمع للناس اللي حواليه من غير ما ينتظر أي مقابل. في إنانا يوجا دي معتمدة على زي طريق الحكمة كده، أن الواحد يدرس أفكاره أكتر. في باكتي يوجا جاية شوية زي الصوفية كمثال، أن الواحد يمشي في طريق الحب وأنه يوصل يعني للاتحاد، لأن معنى كلمة يوجا هي اتحاد. وفي نوع يوجا الراجا يوجا اللي هي بتلم كل الأنواع. فإحنا أكتر نوع بنحتك بيه هو اسمه هاسا يوجا، ده بنعمل فيه التمارين الجسدية، وبيكون فيه كذا مرحلة بعد التمارين الجسدية. يعني التمارين الجسدية دي زي بتهيئ الواحد بعد كده أنه هو يقعد في وضع تأمل لمدة. هذا الإشي طبعاً بيساعده أنه كمان أنه يتخلص، خلينا نحكي، من الطاقة السلبية الموجودة عنده، أو حسب النوع اللي هو بده يوصل له، اللي هي يعني ما يكون في الاتحاد. قلتي لي اليوغا الاتحاد بيخليه يوصل للاتحاد اللي هو بده إياه بغض النظر عن إيش الطريقة. يعني هو بيكون الأنواع الجسدية اللي احنا بنعملها، مثلاً لو حد يومه بيشتغل طول اليوم وبيتحرك طول اليوم، فالمناسب ليه انه يعمل تمارين بسيطه قوي يريح فيها جسمه. لو حد بطبيعته بيفرك مثلا، محتاج يتمرن بحركه سريعه الاول لحد ما يتحكم شويه ان هو يقدر يهدى. فعشان كده في كذا نوع، لان احنا شخصياتنا مختلفه. في حاجه اسمها اشتانجا كده، دي حركتها سريعه شويه وبتكون سلسله من التمارين الناس بتكررها شبه كل يوم، بتتمرن عليها نفس التمارين كل يوم لمده يعني كل يوم ما عدا يوم السبت، ولحد ما يخلصوا كل التمارين دي ان هم يكونوا بيتقنوها وبيعملوها. بعد ما بيخلصوا اول سلسله بيبداوا سلسله ثانيه بعدها. انا دي لايقه على الفراهيد اللي زي انا بفرهد جامد، فبحتاج حاجه زي كده بالظبط. فهي حركه مستمره، وبالذات لو حد عايز روتين في حياته فهي بتساعد في ده، لان هي نفس الحركات كل يوم، فبيبقى جزء منه ان انت خلاص مش هتفكر هعمل ايه النهارده، هو صح. نفسه هي انا رايح لهدف معين افرهد نفسي. طب انا عايز اسالك حاجه تانية، عشان في ناس كتير ما تعرفش ايه هي اصلا اليوجا. فاليوجا هل هي مفيده للجسم كمان، مش بس للنفسيه والميديتيشن والحاجات دي او التامل؟ ايه فايده اليوجا للجسم؟ احنا عايزين اكننا بنبيع اليوجا للناس مثلا، ايه حلاوه اليوجا، تاثيرها الكويس على الجسم والنفسيه؟ هما زي انعكاس لبعض، النفسيه والجسم زي ما قلت في الاول. فهتلاقي يعني أغلب التوتر بينعكس جسدياً علينا في أماكن معينة، فإحنا لما بنبدأ نتمرن جسدياً، سواء لو حد عنده مثلاً إصابة في ظهره، عنده التواء شوية في ظهره، في حاجات ساعات بنتولد بيها، اليوجا بتساعد إن الواحد يتخطى ده شوية أو إنه يحافظ على جسمه مظبوط. فجسدياً هتلاقي ده. وفي لو حد مثلاً الهضم عنده مش مظبوط، الحرق مش شغال كويس، بيظبط الحرق، بيظبط التنفس، لما تاخد نفس عميق ده بيخلي الرئه زي تستقبل اكتر اكسجين فيحسن الدوره الدمويه. فهي زي دوره كده في كل حاجه انت بتعملها.